لتصبى بأخذ رأسي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بها طاب عيشنا. في كل الأناجيل وإن كان الإنجيل محمد يستأجر بالعادة الكثيرة.
طالبة، والذي بجوارك من بلد بينك وبينه الآن حرب عسكرية طالبة، ولكنك التزمت بمكانك والتزم بمكانك، وربما تجد بنات حديث وابر، وربما حتى تقدمان لمحبيبكم الضيافة، لأنكم انتزعت من قلوبكم الكراهية والحقد والإساءات وغير ذلك، وجدتم فرصة للتعايش وفرحتم بها. هذا ما نريد أن نغرسه هو ليكون ثمرة لثمرات الموت فإن أحد رابطين. أيضا أخوان النبي صلى الله عليه وسلم كان قوة التعايش. يا أخوان والله لو لم يترك لنا رسول الله نماذج عملية سلوكية أخلاقية، أحاديث الرسول مثبتة بيننا في البخاري ومسلم وما صح عليه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن لفظا ونصا إنما تركها سلوكا ومنهاجا. أولم يجاوب الرسول صلى الله عليه وسلم الآخر من المسلمين واليهود، من المسيحيين واليهود والوثنيين، وفي النصارى نجران جار ضيفا الى رسول الله، تخيل الان يستضاف وفد مسيحي في المدينه المنوره، طبعا الان في احكام شرعيه اخرى لا يقول في حضره مقام الرسول استضاف وفد النصرانيه النجرانيه في المسجد، اقاموا في المسجد، اكلوا في المسجد، ادوا صلاتهم في المسجد. ما هو ابرز مثال للتعايش اكثر من هذا المثال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا احكى فينا حبا من الانسان للانسان، عندما مرت جنازه اليهودي قام لها قال وليس النفس، وجاورهم عندما مرضوا وجاورهم واعان فقيرهم، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنه الاذى ارتكازا لمبادئ حقوق الانسان عندما شرع فيما يكره وقال من اذى ذميا فقد اذى. تخيلوا ان الايذاء انسان غير مسلم هو بمثابه الايذاء لمقام حضره النبي صلى الله عليه وسلم. اخواني المؤمنين في مقراتنا تدفع الفقراء لتسمى بأقدار سيدا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بها طاب عيشنا. Thank you.
يلا نكملوا منا ما مشيناش منا. لا هذول يشرين عليهم المقلة ذات العام اللي فات. Thank you.
يا خير من دفنت بالكفار إلا الله.